يعني احنا في دراسة السنة 1/1/2021 نزلوا خبر وفاة ليلى سلمان. شوف المأساة اللي هني اللي احنا عايشونا فيها. اتصالات، صديقات، اهل، الكل يقعد يبكي وصارخ يعني ليش؟ انا هذا اللي اقصده. احنا الحين في وضع يعني خلاص نفسيا تعبانين، الناس اغلبية الناس نفسيتها تعبانة من هالكورونا، ونبي نرد الى احتمال ان شاء الله، لا اعوذ بالله، ان شاء الله الله لا يقولها، اللي قاعد نشوفه بالنسبة اللي قاعد يصير بالنسبة لحالات الكورونا. فاحنا مو متحملين نفسيا للامور هذه، فخلينا نعيش في سلام وفرح وسعادة. عندكم شيء حلو قدموه، ما عندكم شيء حلو لا تأذون الناس نفسية العالم. طيب انا قلت لك سؤال اخير، بس خليه سؤال بعد الاخير بما انك اثرتي موضوع الاشاعه. المجتمع المحيط فيك، العائله القريبه، كيف تلقوا الشائعه في ليلتها؟ انا طبعا ما كنت اعرف، لان كان عندنا فعاليه مهرجان الزهور، اوكي، ولاهين فيها وفرحانين ولازم ينكدون عليك طبعا. فاشوف تجينا اتصالات بالاول، انت شلونك، اخبارك، كيفك، طبعا اللي مستحيل يعني. بعدين اتصل فيني كذا صديقه، بعدين اتصل فيني اهلي من برا، اللي تبكي، اللي تصيح، اللي طبعا جميع المملكه، جميع دول الخليج كلموني بش السالفه، انا ما ادري. فبعدين شفت كلموني حسبي الله ونعم الوكيل، طبعا من هالكلام لك لا حول ولا قوة إلا بالله. لك طولة العمر يا رب. الفنانة ليلى سليمان، شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا.